دي يا دكتورة، أنا متزوجة صار لي تقريبا 13 سنة، تمام. عندي 4 أولاد. زوجي إحنا ما تزوجنا، ما كنت بعرفه يعني، تزوجنا نتيجة أهالي، فالحمد لله أنا يعني بفضل الله صمته يعني الحمد لله ما صدر مني أي شيء. هو بالمقابل يعني عرف عليا واحدة بس ما كملش معاها وخلص وخلص الموضوع في أرضه، هذا بال 2015 يعني صار له زمان، وأنا الحمد لله سمحته خلاص وعديت وخلفت آخر طفل، جبت له آخر طفل الرابع ومشيت الحياة الحمد لله. يعني أنا بمشي من عندي الحمد لله وبحبه، مش يعني هو إنسان منيح، هو إنسان كويس. فبعدين لما خلفت هذا الطفل الأخير بعد حوالي سنة اكتشفت إنه على علاقة مع واحدة ثانية، وهي يعني بنت كانت يعني بالنسبة لي أنا مأساة، لأنه كانت كتير سيئة وكانت يعني بتدور على خراب بالبيت عندي. كانت كتير إنسانة يعني أنا صراحة شفت بالصدفة في موبايله وواجهته، وهو بالأول أنكر، فأنا ضليت يعني ضليت أدور وراه لحد ما عرفت، وصار يعني وجرى وإنه اعترف بالأخير وواجهته وضربني بالنسبة لهذا الشيء، لأنه أنا صراحة كانت نفسيتي تعبانة وقتها وعلي صوتي وصدر مني كمان أنا أغلاط، بعترف يعني إن أنا غلطت عليه وحكيت، يعني قل احترامي لإله في هذه الفترة بعترف. بس بعدين الحمد لله أنا يعني الفترة هذه قربتني من الله عز وجل كثير كثير عن قبل، يعني الحمد لله أنا بعتبرها من الحمد لله مش محنة. فمشيت الحياة وخلاص، وهو على أساس أنه تركها يعني. الآن أنا الحمد لله ماشية، أنا الآن خلاص بالنسبة لي خلص الموضوع هذا، ما برجعوش فيه خالص. لما قال لي أنه انتهى أنا ما رجعتوش خالص جدا، ولا بجيب سيرة الموضوع هذا نهائي في البيت نهائي، خلاص أنه إشي وانتهى. أنا ما بقولك أنه الحياة بالنسبة لي جوايا زي زمان، لا، أنا في حاجة كتير كبيرة انكسرت جوايا. يعني أنا مش قادرة أرجع زي زمان، بس خلص الحياة بدها تمشي والحمد لله، يعني أنا مش زعلانة يعني الحمد لله. بس هنا إحنا عايشين بمجتمع أوروبي، الأربع أولاد علي أنا، يعني أنا اللي بربيهم، أنا اللي بحفظهم القرآن، أنا اللي بعلمهم، أنا اللي بوديهم على المدرسة العربية، أنا كله علي، والحمد لله هذا نعمة من عند ربنا، أنا مش زعلانة عن التعب هذا، لكن صعب يعني كمان يعني فوق طاقتي الشيء. أنا مش بشتكي، لكن اللي بخليني أصل فيكي اليوم إنه بطلب إنه بده كمان أولاد. أنا المشكلة بعد ما صار عندي القصة هاي اللي صارت آخر، يعني لما عرف علي الأولانية أنا قلت له ما فيش خلفة خلاص، أنت بدك تعرف نسوان، أنا خلف لمين؟ يصير عندي مشاكل في البيت، يصير الولاد تتدمر نفسيا. بعدين لما نهى القصة الأولى خلفت أنا الطفل الأخير، وبعدين عرف علي الثانية. أنا الآن صار عندي خبرة سيئة بالنسبة للموضوع هذا، يعني أنا حابة إنه الحياة تمشي، بس في نفس الوقت بالنسبة للخلفة أنا بالنسبة لي إنه صعب في هذا المجتمع اللي إحنا عايشين فيه أجيب أولاد وأربيهم تربية كويسة كمان يعني بزيادة، مش هعرف أركز مع كلهم صحيح. مرة واحدة. وكمان أنا ما عنديش ثقة فيه 100%، لأنه أنا لما بحكي له طب أنت بدك ياني أخلف، طب أنا إيش اللي يضمن لي إن أنت ما تعرفش واحدة تانية؟ خلاص ما نسرت يعني متعودة كل ما أخلف واحد أيوة تجيب لي واحدة تانية لحياتي. أنا يعني بدي ضمانات، ما بيعطينيش ضمانات، بيقول لي أنا ما عنديش ضمانات، أنت بدك إن أنا ما أتجوزش واحدة ثانية، إن أنا ما أعرفش واحدة ثانية، بدك تخلفي، بدك تجيبي لي أولاد. طب الأولاد اللي أنت بدك إياهم هدول أنت بتعرف عنهم حاجة؟ جدع. أنت بتقعد إجازة الأسبوع كلها على الموبايل وبتقعد هنا، طب أنت دارس، هو دارس عقيدة ودارس توحيد ودارس ودارس، أنا ما درستش عند أهلي الحاجات هذه. إحنا هو يعني بالدراسة صراحة يعني أنا نعم؟ مش بالدراسة يا أم عبد الله، مش بالدراسة، بتطبيق يعني ما درسته. هو دارس صراحة بس مش بيطبق مع الأولاد، هو إنسان صالح بنفسه، أنا ما بنكر إنه هو إنسان صالح، والقصص هذه اللي تعرض لها بحكم اختلاطه مع النساء بالشغل. يعني أنا كمان مش بركبه الحق كامل، يعني أنا بقول معلش، اللي بخليني أغفر له كل مرة بقول معلش، يعني فتنة، يعني النسوان هنا فتنة، وبقول خلص معلش كل مرة بحكي خلص معلش. بس بالنسبة للخلفة الآن،
يعني انا حابه ان انا اكمل، انا قلت له انا حابه اكمل معك الحياه بهدوء وخلص، واللي فات فات. انا بالنسبه لي انا مش يعني انا حابه اربي اولادي في بيئه كمان يعني هاديه، ما بديش مشاكل كل شويه والثانيه. خلاص الحمد لله من سنه انتهت المشاكل عندي من البيت، لاني حسيت ان اولادي بدوا يتاثروا على الوقت اللي كان فيه المشاكل فيه، تاثروا كثير اولادي بدراستهم بعلمهم بنفسياتهم. فيعني انا كانت بالنسبه لي هذه خبطه على وجهي ان انا وعيت لاولادي الحمد لله، وربيتهم الحمد لله وبتعب عليهم الحمد لله وراضيه. بس بالنسبه للخلفه الجديده هو بيقول لي انه بده خلفه، فانا مش عارفه انا ايش اعمل. حاضر، اسمعيني يا ام عبد الله. اولا يعني اولا انا بحييكي على صبرك وعلى كلامك جميل، يعني هو كويس هو حلو انا بحبه، حلو يعني حلو ان الزوجه تعترف بحاجه زي كده. لكن ليه انت عليكي كل حاجه؟ ليه انت اللي بتودي وانت اللي بتجيبي وانت اللي ليه ما بتشاركوش؟ ما هو فاضي، واحد عنده اربع عيال وفاضي وعايز الخامس. وعاده الخيانه زي انت ما بتقول او معرفه النساء الاخريات بيبقى في الفتره اللي انت حامل فيها وبتوليدي فيها، ده طبيعي يعني مش طبيعي استغفر الله، ولكن ده معظمهم جلهم بلاش اقول يعني كله، لا معظمهم الا ما رحم ربي الفتره دي عاده اللي هي بتروح تولد فيها عند امها او الحامل في الشهور اللي بتاعه الحمل او في الولاده بيعرف واحده ثانيه، لا مش كلهم لان في رجال زي الفل. طيب انت ليه مفضياه؟ ها انت ليه اصلا مخلياه في الوضع اللي انت ليه ما هو فاضي، فبيكلم نساء فهو فاضي مش عارفه هو بيروح فين فهو فاضي ما اعرفش. ما طبعا بقى امر طبيعي يا بنتي. طب الحل ايه؟ نوزع المهام. انت عليك كذا على الاقل يوم الاجازات انت بتعمل كذا، يوم نزول المول انت بتعمل كذا او ما جايب الطلبات، وحدد 1 2 3. انت عليك في تربيه الاولاد 1 2 3 وهكذا، نجرب كده ونشوف. علشان انا لما احمل يبقى الامر بالنسبه لي انا شايفه ان انت شايل الحاجه اللي انا بقى شايلها وانا حامل وانا والده وانا وحتى لو ما اجيب الطفل الجديد كله عليا. فلا اتفقي معاه على كده، هو لما هيشوف قد ايه حجم المسؤوليه استحاله هيقول لي كده. طيب لا انا عايز اقول له طب ما هو انا دلوقتي عندي صوره ذهنيه سلبيه وحشه ان انا كل ما احمل انت بتعمل علاقه مع واحده غيري، الحل ايه؟ اسمع منه وادعي ربنا سبحانه وتعالى. بس اكتر حل واكتر علاج للوضع اللي انت فيه اشركيه، وافصلي المهام واشركيه، خليه يشيل معاك الشيل. عبد الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمك ويطيب بقلبك وكل اللي سمعونا النهارده.